لا قبل من هذا بغينا نوضح فعلا معنا من الموقعين الناس اللي ينتميو لفئات مختلفه ولكن كاشخاص، ولكن ما معناش كل ما كنعتقدوا انه قادر وقادر ومؤهل انه يساهم في هذه الديناميه اللي بالنسبه لنا هي ديال بناء اسس مجتمع ديمقراطي. وعندنا التزام اننا غاديين نبقاو مادين يدينا الجميع، كل من يقبل المبادئ الجوهريه اللي كانت مع التنويعات والتعديلات اللي طبيعي جدا ان كل واحد يرغب انه يديرها. الورقه اللي قدمت هذا الصباح جاوبات على بعض الاجزاء، وبعض المنتقدين قال لك علاش ما صرحتوش بالانتماء لروح 20 فبراير؟ كان بالنسبه لنا هذا من لديه، ولكن كاين بعض الجزئيات اللي كتستاهل انها توضح توضحت. هل نحن نتبع المبادرات او نتجاوب فقط مع الخطاب الرسمي؟ كنظن بان هذا ايضا اصبح واضح، ولا ربما واضح حتى من السلوك ديال الدوله. المآل ديال المبادره الى تمكنا اننا نحققوا الهدف ديالنا اللي هو توضح بعض النقط الجوهريه ديال فين كاين الخلل، ويوقع اجماع واسع على ان هذا الخلل هذا ضروري وممكن ومطلوب انه يتم تجاوزه بقوه وبسرعه، ساعة المجتمع غادي تلقائيا يستوعب كل ما كيتطرح، وانذاك الفاعل السياسي غتكون عنده مسؤوليته، الفاعل المدني عنده مسؤوليته، الفاعل المثقف والمفكر غادي يكون عنده مسؤوليته، الاعلامي والدولتي، يعني كل واحد غادي يكون موضوع. واش هذه من هذه المبادره هذه بعض الناس يتقاربوا ويخرجوا بخلاصات ويخرجوا بافكار؟ الله يعاون، ما ممكن احنا نتمناو ان البذور اللي كتزرع تعطي ثمار اكبر من الطموح ديالنا، ولكن الالتزام اللي عندنا هو اننا غادي نعالجوا هذه القضايا هذه بتنوع بانفتاح برصانه وتؤدى، وغادي نوضعوا هذا الشيء راه من اشاره الجميع، واللي بغى يشتغل بشي حاجه الله يعاونه، واللي بغى يتبادل معنا ويتعاون معنا مرحبا بكم.